آخر محطة بحلقتنا اليوم مشاهدينا بتعرفنا على جمعية الحياة الخيرية الاجتماعية، اهتماماتها ونشاطاتها اللي بتمتد على مدار السنة. تفاصيل أكثر مع ضيفنا السيد بول معوض. أهلا وسهلا فيك. أهلا بول. فيك مدام رولا. شرفنا بول حضرتك، رئيس اللجنة الاجتماعية بمستشفى الحياة وعضو بجمعية الحياة الخيرية الاجتماعية. نعرف أنتم من الجمعيات اللي بيشتغلوا بصمت كل هالسنين، ولكن نحن حبينا نضوي عليكم لأنه بالفعل بتستاهلوا كل التقدير. جمعية الحياة الخيرية الاجتماعية تعنى بشقين، شق طبي وشق تعليمي، شرح لنا شوي أكثر يا سيد بول. الشق الطبي يلي هو بيتضمن أنه الخدمات اللي نقدمها عبر مستوصف جمعية الحياة يلي بيغطي كل الفحوصات اللي بحاجة لها المريض يلي مش قادر أكيد يكون عند بأكبر مختبرات أو بأكبر محلات. بيقدموا كل الفحوصات عبر المستوصف، الدم والصور الشعاعية، إيكوغرافي، سكانر، ماموغرافي، كل شيء بيخطر على بالك من إشي عايزة المريض لصحته موجودة بهالمستوصف، بالإضافة لكلينيك أحدث كلينيك للأسنان، للعيون، لكل الاختصاصات. وبحكم المستوصف موجود بلزق مستشفى الحياة، أطباء المستشفى دايماً بيأمنوا لنا الدوامات على طول موجود للطبيب ضمن المستوصف. يعني بكل أبرز المتخصصين دايماً متوفرين بهالمستوصف. نعم. اللي هو خاصة بالجمعية. نعم نعم، خاص بجمعية الحياة الخيرية الاجتماعية. نعم، كمان بتأمنوا أدوية للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مدمنة. نعم. سيد بول. نعم، كل شهر تقريبا في مسنين بيكون عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري والقلب وهالأمراض المزمنة، بيتأمن الدواء شهريا لكل هالمسنين اللي بحاجة لهي الأدوية. نعم. هذا الشق الطبي. الشق التعليمي كمان عندكم معهد خاص للتمريض. نعم، معهد خاص للتمريض، يعني اللي بخصص بمهنة التمريض هالمهنة الشريفة يلي كتير بحاجة لها لبنان. نعم. وكل في نقص كبير عندنا بلبنان بهالمجال، لبنان والوطن العربي، حتى كل طلاب المعهد بمعهد الحياة للتمريض الطلاب أكتريتهم بتقولي وين فلان وين فلان، بحني بالسعودية بالكويت هون هون، كتير مهنة مطلوبة. وسنويا بيتخرج من معهد التمريض للحياة تقريبا 30 أو 40 طالب وطالبة. نعم، وأكيد استاج بيعملوه ضمن المستشفى. هيدي من الاشياء المميزه عندكم، انتم بتامنوا الاستاج بمستشفى الحياه. ايه نعم. حتى ايه نعم. اوقات كمان الوظيفه بتكون ناطره للاستاجير. اوف كورس دغري، لانه بحاجه كثير ماسه. وبعدين هالطلاب اللي عم يعملوا اللي عم يتعلموا بالمعهد بدل ما يعملوا تراجع ساعتين ثلاثه بالطرقات تروحوا يعملوا استاجهم، تيك قطعنا الطريق استاج صار بالمستشفى فشخه. وهون باسم رئيسة الجمعية السيدة ليلى صابر وكل أعضاء الجمعية متقدم بالشكر لإدارة مستشفى الحياة اللي دائما واقفين حد هالجمعية، خصوصا صاحب ومدير عام المستشفى دكتور أنطوان صابر، يعني بيأمنوا لنا كل التسهيلات اللي بحاجة لها الجمعية، بيقدموا لنا كل القاعات الكبرى الموجودة بالمستشفى لإقامة كل الاحتفالات اللي الجمعية. نعم. هي بحاجة لها. بدي أحكي بالتفصيل عن هالموضوع لأنه بعرف أنه تأمين الأدوية والمستوصف وكمان معهد التمريض مشاريع مكلفة جدا. نعم. التمويل منين بتأمنوا؟ التمويل في عندك الترويقة بأوتيل فينيسا بنعملها سنويا، يعني عم نحكي فاندريزنج، نشاطات. يس. خيرية. نعم. لجمع التبرع 100%. وكمان كازون لبنان اللي كانت الحفله نهار الخميس اللي مر، صحيح الاسبوع الماضي، كمان عملنا الحفله السنويه بكازون لبنان. كانت حفله جدا الحمد لله مثل العاده. وبالمناسبه بنشكر كل اللي ساهموا بنجاح هالحفله، كل اللي قدموا لنا جوائز التومبولا، كل اللي البوكلتس اللي بنعملها كلياتها فيها الدعايات بحطوا بالبوكلتس. وهذه بتضم لمحه عن كل النشاطات عن اللي بتقدموها خلال السنه. نعم نعم. وكل اللي بيساهموا شكرا كثير كبير باسم رئيس الجمعيه وكل الاعضاء. كانت حفله الحمد لله مميزه جدا. وكمان الفينيسيا السنة مع ترويقة الأسف بالفينيسيا مع كمان. الأسف السنة ما تمت لأنه قبل بجمعتين تنذكر وتنعاصر الانفجار الكبير. نعم. بالقرب من أوتيل فينيسيا فنلغت الحفلة السنة، عوضناها بغير إشياء. في غدا سنوي كمان، الغدا السنوي بتعمله رئيسة الجمعية كشكر لكل الناس اللي بيساهموا مع هالجمعية، يعني مثل تنقول مدام رولا أخذت طاولة أو طاولتين بالكازينو ساعدتنا ببيع الكروتي. نعم. تنقول لها ميرسي نعزمها على الغداء كتحية لكل المساهمين. أكيد. معكم. وبعرف أنه جمعية الحياة الخيرية الاجتماعية عندها أصدقاء كتار، عم نحكي أكثر من 800 شخص بيكون موجود بنشاطاتكم وحفلاتكم. الحمد لله.
الحمد لله. هذا دليل انه هالجمعيه عم تعطي من كل قلبها وما عندها مصلحه خاصه، يعني جمعيه من فتحة على الكل. زهره بدك تقولي بوكيه ورد من بستان الزهور، لانه ما عندك ولا مسيحي ولا مسلم ولا دين يعني ولا حدا، يعني ما عندكم اي انتماء أبداً. ديني هيدي كمان لا من اهم الاشياء اللي حريصين عليها انه تحافظوا عليها. كمان بحب خبرك مدام رولا انه سنويا بنعمل حفله كبيره للاطفال بعيد الميلاد، صح، كريسمس، نعمل حفلة كتير مهمة وعم تبلشوا التحضيرات من هلأ لهالسنة. أكيد بيكون في عندك تقريبا فوق أكثر من 250 ولد موجودين مع أهليهم بالحفلة، بنجيب كبار الفنانين بالبلد مشكورين بيساهموا معنا، كادويات لكل هالولاد وحفلة غنائية لكل الولاد، بالإضافة كمان لغدا سنوي للمسنين. نعم، ما بحب أقول ختيارية كبارنا وبركتنا، بنعمل غدا سنوي. هون عم نشوف لقطات هون من حفلة الميلاد بفتكر السنة الماضية، بفتكر حفلة الميلاد. نعم، وكمان غداء للمسنين بنعمل سنويا، كمان بيكون في فوق 70-75 شخص من ثلاث دور عجزي من لبنان، من دار الرعاية الماروني، دار الرعاية الأرثوذكسي، بالإضافة لدار الرعاية الإسلامي. بينجمعوا هيك الكل سوا، ستات الجمعية بيطبخوا ونحن بنرقص وبنغني وبنخدم، والهدايا بتتفرق باخر الغداء. صدقيني مدام رولا بتحسي كانك من جوا من جوا فرحانه ومبسوطه، يعني المعنى الحقيقي لشهر رمضان المبارك هو العطاء والمحبه 100%. وكمان عندك نشاطات مختلفة اللي هي محاضرات تقام في قاعات المحاضرات في مستشفى الحياة عن كل الأمراض اللي هلأ عم تتداول، يعني عن السكري، عن الضغط، عن القلب، عن الأنزهايمر، عن كتير قصص. توعية جمعية بتحرص كمان من أهدافكم. أكيد نحرص على، نعزم عالم كتير ليحضروا المحاضرات للتوعية وللثقافة كمان. نعم، بشهر أيار في عندكم كمان مناسبة أكثر من مميزة، تحية وتكريم للسيدة العذراء اللي لها مكان كبير بقلوب كل المسلمين والمسيحيين. صح. أيضا كمان تقليد سنوي تحت شعار العذراء مريم شفيعة جميع الأديان السماوية، بنعمل ريسيتال أمسية مريمية كمان بنرنم فيها بكل من كل الطوائف كانوا مشتركين معنا السنة، بالإضافة لممثلين من دار الفتوى ومن مركز هون عم نشوف صور. نعم، هذا إياها. وين بيتم هالاحتفال؟ بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز الحياة الطبي بالشيح عين الرماني. بقى هذا الريسيتال سنوي عم بيكون لتكريم العذراء، بيجمع الكل من كل الطوائف. نعم، كل الطوائف، العذراء مريم شفيعة جميع الأديان السماوية. نعم سيد بول، اليوم برفقتك أكيد بدنا نعلن عن بدء التسجيل لمعهد التمريض. نعم، معهد الحياة للتمريض التسجيل بلش. أكيد البي تي تي اس ال تي يعني بخلصوا بروفي أو بخلصوا ترمينال، مطرحهم موجود، أو حتى لو ما كانوا مخلصين البروفي بفوتوا بكفوا بي تي وبكفوا تي اس بالمعهد. بحب أقول إنه القصة شبه مجاني، يعني القصة بيكون رمزي الجمعية هذا بتغطي. أكيد تشجيع كبير لكل اللي حابين يخوضوا هالمجال. إيه نعم نعم، اللي نحن بالفعل بحاجة أكثر من بحاجة، عن جد مدام رولا كتير بحاجة، بحاجة ماسة يعني لهي المهنة الشريفة. نعم نعم. فإذا اللي حابب يتواصل معكم أو يستفسر أكثر عن كل خدماتكم أو يدعمكم بطريقة أو أخرى، بعرف طرق المساعدة عديدة. أي أكيد، فيني أعطي رقم التليفون إذا بحبوا يستفهموا عن مطلق أي موضوع، 01-279-300 01-279-300 وأهلا وسهلا بكل يلي بيتصلوا، وراح يلاقوا الابواب مفتوحه بالمستوصف من الساعه 8 الصبح للخمسة بعد الظهر، وان شاء الله ما حدا بيسخن. نعم، بس ما بيستغل الامر ان شاء الله. لا، في ممرضين على كل الموجودين حتى ينقذون. اكيد. شكرا لك سيد بول، الله يقويكم. تحياتنا لكل اعضاء جمعيه الحياه الخيريه. شكرا. والاجتماعيه، بتستاهلوا كل التقدير، وان شاء الله اكبر عدد من المشاهدين هيك بينضموا لكم، لانه بالفعل قضيتكم بتستاهل كل الخير. اهلا وسهلا فيك. شكرا مدام. مشاهدينا شكرا لكم، تابعتونا من 8:30 الصبح او 9 لربع، اليوم تاخرنا شوي عليكم. بكره اللايف جديد، بتامل تكونوا على الموعد. بقيت نهار ممتع وهادي وافطار شهي لكل الصائمين. باي باي.